السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أطفال؟ بخير؟ أحسنتم. سنواصل اليوم بحصة التربية الموسيقية منشودة قفز الأرنب الجزء الثاني. تفضلوا يا أطفال الاستماع إلى الجزء الثاني من أنشودة قفز الأرنب. اليوم يا أطفال هو يوم الأحد 12 من أبريل سنة 2020 لنعيد معا تاريخ اليوم. يوم الأحد 12 من أبريل سنة 2020 ننصت معا يا أطفال إلى أنشودة قفز الأرنب. سنرددها قراءة منغمة ثم نتطرق إلى حفظ البيت الثالث والرابع. رددوا معي يا أطفال لنتذكر ما درسنا في الأسبوع الفارط، البيت الأول والثاني، ثم نواصل حفظ البيت الثالث والرابع. تفضلوا معي يا أطفال. قفز الأرنب. قفز الأرنب، قاف الأرنب، كنت قريبا منه ألعب. قفز الأرنب، خاف الأرنب، كنت قريبا منه ألعب. أبيض أبيض مثل النور، يعدو في البستان يدور. أحسنت. أبيض أبيض مثل النور، يعدو في البستان يدور. يبحث عن ورقات الخضر، يختفها كالبرق ويجري. يبحث عن ورقات خضر، يختفها كالبرق ويجري. لا تهرب مني يا أرنب، أنت رفيقي، هيا نلعب. لا تهرب مني يا أرنب، أنت رفيقي، هيا نلعب. إليكم الآن يا أطفال المقطع الثالث والرابع لنستمع معا. ورددوا معي يا أطفال، أنصتوا ثم رددوا. تفضلوا. أحسنتم. شكرا لكم لحسن الإصغاء. أحسنتم أحسنتم. فلنستمع. يبحث عن ورقات خضر، يبحث عن ورقات خضر، يختفها كالبرق ويجري. نعيد مرة أخرى. ممتاز. يبحث عن ورقات خضر، يختفها كالبرق ويجري، يختفها كالبرق ويجري. ممتاز. أحسنتم. واصلوا. لا تهرب مني يا أرنب، أنت رفيقي، هيا نلعب. نعيد مرة أخرى. لا تهرب مني يا أرنب، أنت رفيقي، هيا نلعب. أحسنتم.
وهكذا يا أطفال نكون قد أتممنا حفظ أنشودة قفص الأرنب. أتمنى أن أستمع لأصواتكم وأنتم ترددون هذه المقطوعة الموسيقية الرائعة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لحسن متابعتكم، شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في أنشودة جديدة ونغم جديد. شكرا للجميع وإلى اللقاء.